نقول الو كده. طب قول الو يا كابتن. الو الو، معانا كابتن شريف حبيب. طبعا انت طبعا معاك، ما عرفتش الصوت طبعا. لا عارفه طبعا. كابتن شريف حبيب المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وطبعا المدرب الشخصي طبعا لاحمد اكرم. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. يمكن كان انت ليك سبب اساسي في تغيير مسار احمد اكرم يا كابتن، يعني لما كان بيلعب هو مسافات قصيره وحضرتك قلت له طب ما نجرب مسافات كبيره، احكي لنا قصه الموضوع ده يا كابتن. لا هو احمد، انا جيت في نهايه 2013 2012 2012 جيت مسكت مدير فني النادي الاهلي، واحمد كان في الفريق العمومي، سباح متميز بيكسب سباقاته وبيقوم 200 فراشه بيكسبها ومن السباحين المتميزين في النادي. لما كنت بمرنه في التمرين، احنا سباحه الفراشه لعبه يعني تعتبر من السباحات الصعبه شويه. صحيح. لما نيجي ننمي التحمل بتاعها بننميه بالسباحه الحره. فلقيت في التمرين ارقامه يعني ممتازه ورايحه في الاتجاه ان هو يبقى سباح ديسنت كويس. فبدات اتفاوض معاه، واحمد سباح هادي وملتزم وبيفهم وعنده حس موهوب، سباح موهوب. فبدات اعمل معاه ديل، اقول له احنا النادي الاهلي دينا 5 سباقات، انت هتختار 3 وانا هختار 2. فا ايه طب ايه هما الاثنين؟ المهم يعني انا بحبيت اجهزه بدري شويه ان هو هينزل 1500، والحمد لله من اول مره نزل 1500 حطم رقم سباح النادي الاهلي برضه سباح الفز حاتم سيف. فاول مره كان رقم بقاله 21 سنه حطمه بفرق 15 ثانيه. فكان حاجه يعني. طب كانت مفاجاه ليك يا كابتن حصوله على ذهبيه اولمبياد الشباب 2014، ولا حضرتك كنت متوقع ده؟ حضرتك تساله انا وهو احلمنا كده، قلت له انت سباح طموح وانا مدرب طموح هنوصل لكده. انا قعدت، انا كنت جاي النادي الاهلي فتره صغيره لان انا كنت بشتغل في الامارات، وانا قعدت اتوددت مع النادي الاهلي عشان الميداليه دي. وكان في اللي ماسك السباحه ساعتها المرحوم كابتن سيد صادق الله يرحمه، وطبعا كابتن محرر راغب كان موجود، ويعني قلت لهم انا هجدد بس علشان اولمبياد الشباب، لان انا مقتنع جدا ان احمد هيكسب. طب يا كابتن حضرتك شايف احمد يعني بالنسبه لاولمبياد طوكيو ان شاء الله شايفه ماشي كويس؟ هل ازمه كورونا عطلته شويه؟ رجع لمستوى تاني؟ شايف رؤيه المستقبل القريب لاحمد ايه؟ بص هو احمد علشان مش عشان انا بمرنه، ده انا رايي فيه من وانا ماسكه في الاهلي وبعدين المنتخب، هو الموهبه الكبيره في السباحه المصريه، هو والدليل كده نتائجه يعني نقول ابو هيف التاني ان شاء الله؟ يعني ابو هيف كان سباحه طويله، ده الكابتن الكبير بتاعنا طبعا. يعني احمد بالنسبه للسباحه القصيره هو السباح الوحيد في تاريخ السباحه المصريه اللي طلع رابع عالم في بطوله العالم للكبار، وطبعا النادي الاهلي ساعتها حط له صورته على باب النادي. صحيح صحيح حصل. والميداليه طبعا ميداليه ذهبيه في اولمبياد الشباب، ولما سافر امريكا حطم رقم امريكا في المايل وارقام الجامعه بتاعته كلها باسمه. يعني هو سباح يعني عنده موهبه وعنده اصرار. بالنسبة للي حصل مع أحمد، طبعا هو بعد ما خلص الجامعة كان ابتدى يستعد لطوكيو. آخر بطولة قبل التوقف بتاع كورونا كنا احنا مخططين إن هو هيتأهل في شهر 3، نزل بطولة في شهر 2، كان فاضل له 18 على التأهل، حظه وحش بس إن التأهل اتأخر شوية. صحيح. أول بطولة مؤهلة، احنا البلان بتاعته إن هو هيبقى جاهز في يناير إن شاء الله للتأهل. احنا عملنا مش تأهل، احنا عملنا إن احنا نخش فاينل، لأن احنا في ريو دي جانيرو طلع ال 11، ودي برضو احسن نتيجه لسباح مصري في اولمبياد ان شاء الله. احنا املنا بقى ان شاء الله ان احنا نبقى في الفاينل، ولما نخش الفاينل لكل حدث حديث ان شاء الله. الفاينل دي ان الثمانيه رحنا الثمانيه نخش فاينل 8 وبعد كده نتكلم نشوف الوضع هيكون ايه. بالظبط كده. صح. بالظبط كده. فان شاء الله يعني ان شاء الله. تخطيط جميل منك يا كابتن شريف، وبشكرك طبعا كابتن شريف حبيبه المدير الفني لمنتخب مصر السابق ومدير فني النادي الاهلي السابق ومدرب احمد اكرم، شكرا جزيلا لحضرتك.